الخلاف لا يزال قائما إلى الآن حول مفهوم الفيلم الوثائقي وتحديد ماهيته، فهناك العديد من التعريفات عبر مراحل تطور السينما في العالم. معهد الإعداد الإعلامي في دمشق يقيم دورة في صناعة الفيلم الوثائقي، يشارك فيها ما يزيد عن 15 متدربا. الدورة بشكل عام بالنسبة إلي يعني هي أصلا أكثر من حلم، واللي عم شوفه فيها هو تحقيق لهالحلم. هذا عم شوف كل شيء فعلا بواقع جميل جدا، والمادة المعطاة لنا كمان راقية جدا. طبعا هالدورة هي مكملة ومتممة لأشياء عم بشتغل فيها كنت من سنوات، تقريبا فينا يقول انه دورة أكاديمية لمجال الفيلم الوثائقي، وانا من عدة سنوات عم اشتغل بهذا المجال. يحصل المتدرب على الخبرة العملية اللازمة لصناعة الفيلم الوثائقي عبر سلسلة من المحاضرات تستعرض المراحل المختلفة لصناعة الفيلم الوثائقي، من البحث والكتابة وحتى العمليات الفنية. نحن مهمتنا بهالدورة هي على مدى أسبوعين، مهمتنا توجيه وتسليم المفاتيح الأساسية. بنهاية الدورة راح يكون في فيلمين كمشروع تخرج صنع الشباب والصبايا، راح تكون هناك حالة تنافسية وبنفس الوقت حالة تشاركية. نحن جمهورنا تلفزيوني، ونحن بنفس الوقت بأزمة تحتاج إلى بأمس الحاجة إلى صناعة الفيلم الوثائقي. فلهيك نحن اليوم هون ضمن أزمة لازم نوثق لها، لازم نوثق لها بأفلام وثائقية سواء سينمائية أو تلفزيونية. في ظل نقص المراكز التدريبية المختصة في هذا المجال، تكون هذه الدورات التدريبية بارقة أمل لإنتاج أفلام وثائقية مميزة لشباب سوري مفعم بالأمل والحياة.